هذه الصورة نشرتها وسائل إعلام مقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية، وتضم قائمة من 11 شخصية من المسؤولين الإسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في إشارة إلى مخطط لاغتيالهم. الصورة التي نشرتها وسائل إعلام مقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية تضم نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته يوآف جالانت، بالإضافة إلى هرتسي هاليفي رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإسرائيلية، واللواء أوري جوردين الذي يشغل منصب قائد المنطقة الشمالية. وكانت صحيفة تايمز أوف إسرائيل قد أوردت في تقرير لها أن إيران حاولت تجنيد إسرائيليين من الداخل الإسرائيلي لتنفيذ عمليات اغتيال ضد كبار المسؤولين هناك، وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، وهو ما حذر منه جهاز الأمن العام الإسرائيلي شين بيت عبر بيان قال فيه إن إيران تحاول بشكل متزايد تنفيذ عمليات اغتيال في إسرائيل، لكن يتم إحباطها في مراحل متقدمة جداً.